السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا كيفاش تختار النوعيه ديال الكتب اللي غتقرا. كما كتعرفوا بان سنويا كيطبعوا الاف ديال الكتب، فما يمكنش تقرا جميع الكتب اللي كتطبع. فمن بين الوسائل اللي كنستعمل كما كنا هضرنا قبل، لابليكيشن اللي كنستعمل جود ريدز. هاد لابليكيشن الى دخلتي ليها لتحت عندك واحد الخاصيه كتسمى سكان. هنايا كما كتعرفوا بان اي كتاب، حنا ناخذ في هاد الحاله الكتاب هذا، اي كتاب كتكون عنده واحد الباركود في اللور ديالو. الى دخلتي لي لهاد الابليكيشن كما قلنا وسكانيتي داك الباركود، كيطلع عندك الكتاب. هنايا الكتاب كما كتشوفوا التقييم ديالو 4 ديال النجمات. ماشي بالضروره دير سكان، يعني ممكن تمشي للسيرش في الابليكيشن وتحط العنوان ديال الكتاب او الكاتب وتختار الكتاب اللي انت كتقلب عليه. فانا كنحاول نركز على الكتب اللي كيكون التقييم ديالها 3.5 للفوق، 3.5 من 4، 5 النجمات. هذا تقييم يعني ممتاز، وكيكون يعني كتكون القيمه ديال الكتب هادو احسن وافضل من الكتب اللي كيكون التقييم ديالها اقل. فما كنحاولش نقرا الكتب اللي كيكون التقييم ديالها 1 او 2 او 3، او حتى الا قريتها يعني كنقرا واحد القراءه عابره، ما كنركزش معها بزاف، ولا كنعطيها الوقت الطويل في القراءه، ولا فكنمر عليها مرور الكرام. ولكن الكتب اللي كيكون التقييم ديالها 3.5 للفوق كنعطيها شويه ديال الوقت وكنحاول نركز معها، لان الجوده ديالها والقيمه ديالها كتكون احسن وافضل. وبهذه الطريقه هذه كنحاول نختصر عليا المجهود وكنختصر عليا الوقت، وكنحاول نقرا غير النوعيه الممتازه ديال الكتب. نتمنى ان هذه الطريقه اللي تستافدوا منها، ونشوفكم فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.